أولى دفعات تلقيح فيروس كورونا تصل إلى تونس. 30,000 جرعة من مخبر سبوتنيك الروسي تعقبها دفعات أخرى. 1,000,000 تلقيح سيصل تباعا، والهدف بحسب وزارة الصحة التونسية تقديم الجرعات ل3 ملايين تونسي مع موفى جوان القادم. الحمد لله جاءت أول دفعة من مارشي مع سبوتنيك في 500,000 جرعة، جاءوا 30,000 الأولين. الأسبوع القادم إن شاء الله مش تلقاه أول دفعة كذلك من فايزر 93,600 جرعة في إطار منظومة كوفاكس. تليها الأسبوع اللي بعده عندنا 137,000 جرعة أسترازينيكا، ومعها الهبة الصينية حوالي 200,000 جرعة، مازلنا ما عندناش الكمية الصحيحة. وتليها الأسبوع اللي بعده آخر مارس إن شاء الله 100,000 جرعة من تلقيح فايزر. السبت المقبل ستبدأ تونس في حملة تلقيح ستكون مكثفة وفق وزارة الصحة التونسية. حددت رزنامة الفئات المستهدفة بدءا بالطواقم الطبية مرورا بكبار السن ووصولا إلى عموم التونسيين. الأولوية الأولى هي الإطارات الصحية العاملة في الخط الأول لتصدي جائحة كورونا، معهم الأشخاص كبار في السن فوق 75 سنة، وهذا معناتها. والأولوية الثانية طبعا أنت ماشي حتى لقحوا إن شاء الله 50% من الشعب التونسي. حاليا جاهزين في كل الولايات، عندنا مراكز جهوية للتلقيح، الإطارات اللي مش تلقح متكونة وحاضرة، أجهزة الخزن والتبريد متوفرة. لم يسجل في المنصة الإلكترونية سوى 500,000 تونسي أو أزيد بقليل، رقم تعتبره السلطات ضعيفا. حصد فيروس كورونا إلى الآن أرواح 8,225 تونسي، وبلغ عدد المصابين 238,000. أخيرا تونس تتلقى أولى دفعات التلقيح لتبدأ السبت في تقديم الجرعات الأولى، خطوة تنهي الجدل والانتظار الطويل. من مطار تونس قرطاج، فتح الفالحي، ميديا تونس.